لو بصينا بنظرة متعمقة على الجهود الحكومية اللي بتحصل في سيناء، هنلاقي ملف الإسكان من أهم الملفات، وهنلاقي طفرة غير مسبوقة في المشروعات السكنية. هنلاقي مباني وهنلاقي وحدات سكنية اتعملت مرة واحدة وتنفذت وتسلمت لأهالي سيناء، ده غير المستهدف لسه وهنشوفه خلال الفترة اللي جاية. خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. القيادة السياسية وجهت في 30/6/2014 بتنفيذ 460 مشروع في كل مجالات التنمية في ربوع سيناء، وبينطلق في اليوم ده أضخم المشروعات القومية في تاريخ مصر على أرض الفيروز. في مجال المدن السكنية وتحديداً الإسكان الاجتماعي تم تنفيذ 30 مشروع، وجري تنفيذ 4 مشروعات و4 مخططات، من بينها إنشاء 2010 عمارة و370 فيلا بإجمالي 32854 وحدة في مدينة الإسماعيلية الجديدة. كمان تم تنفيذ نوادي رياضية واجتماعية على مساحة 2828 فدان، وفي مدينة رفح الجديدة تم إنشاء 850 عمارة بإجمالي 13600 وحدة سكنية و808 عمارة بمسطح 120 متر مربع للوحدة السكنية، و42 عمارة بمسطح 90 متر مربع للمرأة المعيلة. كمان هنلاقي منطقة للخدمات المركزية بتشمل سنترال وحضانة ومدرسة ب12 فصل وسوق تجاري ومخبز ومكتب بريد ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومسجد يسع ل 200 مصلي وكنيسة ونادي. أما في مدينة العريش فأقيمت 89 عمارة بإجمالي 2136 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة المساعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان، وفي شرق بورسعيد تم إنشاء مدينة سلام مصر بالتعاون مع وزارة الإسكان، وفي جنوب سيناء أقيمت 4000 وحدة إسكان اجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان، وإنشاء 1964 وحدة إسكان اجتماعي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء. كمان تم إنشاء 1008 وحدة إسكان اجتماعي بمنحة من الإمارات. أما إنشاء مدينة رفح الجديدة فجت المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة بعدد 272 عمارة سكنية غير منطقة خدمات رئيسية بتشمل كافة المرافق الخدمية، وتم افتتاح المرحلة الثانية بالتزامن مع عيد تحرير سيناء، وجاري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة بعدد 578 عمارة ومبنى المجمع الخدمي الحكومي اللي بيشمل كافة المديريات. ده بالإضافة لمناطق خدمات وهي 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام.